السلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وحياكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وأنا أقف هذا اليوم عند ضريح سيدي ومولاي الإمام الحسين لأنقل لكم هذه المشاعر الحية والتصوير المباشر لعموم الزائرين عند دخولهم لهذا المكان المقدس. دعونا نستطلع مشاعر الزائرين توافدهم لهذا المكان ومعرفة ما هي مشاعر الزائرين عند دخولهم إلى الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس. خلوكم ويانا بهذا الاستطلاع الحي لعموم الزائرين القاصدين إلى كعبة الأحرار كربلاء المقدسة. ضحى بكل ما لديه كلما جد البلاء كل أرض كربلاء كلما جد البلاء كل أرض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله أعمالكم سيدنا. وأعمالكم. الله يسلمك سيدنا. اليوم عند دخولك إلى ضريح الإمام الحسين شنو دعائك كان؟ والله كل دخولي إلى ضريح الإمام الحسين ما عدنا غير شفاء المرضى اللي وصلتنا من هذا الوباء ورفع هذا المرض عن العالم الإسلامي وعن كافة المرضى. وإحنا الحسين هذا مدرسة والحسين وسيلة إلى الله. نترجى الحسين عند ما ندخل لهذا نترجى الحسين يشافى كل مريض وخاصة خدام الحسين وهذه الآلاف اللي اجت زحف يسترهم ويحفظهم من هذا الوباء المرض القاتل. إن شاء الله هم سالمين وإن شاء الله كربلاء ماكو وباء الحمد لله. سفرة الحسين إن شاء الله إن شاء للوباء. نسأل من الله تعالى أن يحفظ المرجعية الرشيدة المتمثلة بسماحة الإمام السيستاني دام ظله الوارف صاحب الفتوى الكفائي بالدفاع عن العراق وعن المقدسات وعن الدين وعن المذهب، وصاحب الفتوى الثانية وهي فتوى الإصلاح والقضاء على الفساد والفاسدين. الفتوى العظمى الكبرى في أزمة كورونا هي قضية التكافل الاجتماعي مواكب الحسينية. الدعوة العظيمة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قال: وأما الحوادث الواقع فارجعوا بها إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم ما أنا حجة الله. نحن ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يديم ظل الإمام السيستاني ومراجعنا على عموم العراقيين إن شاء الله والعالم أجمع. نسأل الله التوفيق لهذا الشعب المعطاء رغم وجود الوباء والبلاء، لكن أصر شيعة أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله المشاركة. ونسأل الله، وهذه زيارة طبعا نيابة عن كافة الشيعة اللي ما استطاعوا أن يزورون زيارة الأربعين. صرختنا هذا اليوم. انت كزائر مثل ما حدثتني قبل اللقاء انه من محافظة النجف حضرتك ان شاء الله كل الهلبي، شنو كان دعائك وانت تقف عند ضريح الامام الحسين سلام الله عليه؟ والله كان دعائي للأمة الإسلامية بصورة عامة وخاصة المؤمنين منهم والمستشهدين على ولاية علي بن أبي طالب والحشد الشعبي بأن يزيح هذه القمة عن هذه الأمة بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعائنا بأن يشافي مرضانا ويدفع هذا البلاء والوباء عن وطننا، يرجع الأمان لبلادنا ويرجع ذاك العراق القديم إن شاء الله، ويدفع كل غمة عنا إن شاء الله، يحمينا من الأمراض مات الوباء ويكفينا شرها، ويحفظ العراق بالسلامة والصحة والعافية والستر، ويرجع الحال ميسورة لأحسن حال. وإحنا خدام الحسين كل سنة، هاي عقيدتنا ما تراجع منها ولا يكضنا المرض كورونا، نتحدى أي مرض ما يقف بطريقنا بدمعتنا وخشوعنا الإمام الحسين، بدمعتنا الحزينة إلى فاطمة وسيدتي وولاتي زينب. والله يمر ريده يسترع العراق وأهله
والأمن والأمان، يخلص العراق، كان العراق هيبة بين الدول، أي والله يمه، ويرجع العراق مثل ما كان، ويستر على الأمة الإسلامية وعلى المسلمين، يرحم شهدائنا، شهداء الحشيد، شهداء العراق، شهداء المظاهرات. كلما جد البلاء كل أرض كربلاء، حياتنا يا حسين أمماتنا. إذن سادة المشاهدين في كل مكان، نقلنا لكم هذه المشاعر الحية لزائري الإمام الحسين سلام الله عليه، لعموم القاصدين من مختلف مناطق العراق الذين جاءوا من كل حدب وصوب للمشاركة بأربعينية الإمام الحسين. مشاعر لا توصف ولا تعد عند هذا الضريح المبارك. نتمنى أن وفقنا بهذا الاستطلاع الحي لزائري أربعينية الإمام الحسين، وسنتواصل بتغطيات إعلامية أخرى طيلة الأيام القادمة. كان معكم بالإعداد والتقديم حسين العتابي، وفي التصوير وهاب الشرهاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.